أهلا بكم متابعي اليوم السابع من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحالة الجوية اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة. بتشهد البلاد اليوم استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، أيضا مصادر كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فترات النهار وأيضا فترات الليل. وجود المنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا ايضا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس ويساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. فاليوم مستمر انخفاض درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه العظمى. على القاهره الكبرى خلال فتره النهار سجلت 16 درجه مئويه، يعني احساسنا بالطقس خلال فتره النهار طقس مائل للبروده على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحل الشمالية، محافظات شمال الصعيد، طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. لكن خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتبدأ تغيب بنبدأ نحس بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكتر فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى متوقع تكون ما بين 8 و9 درجات، على محافظات شمال الصعيد 5 درجات، على وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين بتوصل للصفر وأحيانا تحت الصفر. أجواء فترة الليل خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية، أحيانا قارصة البرودة في المدن الجديدة الأماكن اللي لها ظهير صحراوي كبير. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة. أيضا الثلوج بتتساقط على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد. أيضا اليوم مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في فرص لسقوط الأمطار، يمكن بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من الصباح أمطار متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، ممكن تغزر أحيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، والأمطار بتكون على فترات متقطعة من اليوم بتختلف من محافظة لمحافظة. أيضا فرص الأمطار بتمتد لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، أيضا بعض المناطق من مدن القناة وبعض المناطق من خليج السويس وسواحلنا الشمالية الشرقية. أيضا الأمطار اليوم هتمتد لبعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أمطار خفيفة، بعض المناطق كمان من شمال الصعيد أمطار خفيفة، يعني مجمل أمطار اليوم متفاوت الشدة من محافظات سواحلنا الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد. طبعا كل ما تقدمنا للداخل كانت فرص وكميات الأمطار أقل. متوقع غدا استمرار سقوط الأمطار وفرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، لكن كميات الأمطار هتكون أقل من اليوم. غدا متوقع أمطار خفيفة متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وأيضا محافظات شمال الوجه البحري. أيضا متوقع غدا الخميس أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بعض المناطق من خليج السويس، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، لأن غدا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 17 درجة مئوية، خلال فترات الليل هتكون 9 درجات. أيضا في شبورة مائية بتتكون فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. مع التكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر بتستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس، بتبدأ تتلاشي في تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس. متوقع يحصل تحسن في الأحوال الجوية إن شاء الله اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، هيكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات، هتبدأ تتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي تبدأ تأثر علينا من الجمعة القادمة هتكون مصادر كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة نوعا ما في درجات حرارتها. فمن يوم الجمعة هنبدأ نحس بالتحسن والاستقرار في الأحوال الجوية وأجواء ما بين معتدلة إلى دافية خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله هو تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. متوسط درجات الحرارة من يوم الجمعة إلى منتصف الأسبوع القادم هيكون ما بين 19 إلى 20، ممكن توصل كمان 21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
فترات الليل هيحصل فيها تحسن نسبي في درجات الحرارة، لكن هتظل الأجواء شديدة البرودة خلال فترة الليل على أغلب مناطق الجمهورية. احنا خلال هذه الأيام بنسجل فترات الليل زي ما قلنا ما بين 8 و 9 درجات على القاهرة الكبرى، مع يوم الجمعة فترات الليل هتسجل ما بين 10 وال 11 درجة مئوية، فهيكون تحسن نسبي في الأحوال الجوية فترة النهار وفترة الليل. مهم جدا ننصح كل السادة المواطنين ناخد بالنا من انخفاض درجات الحرارة الملحوظ فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، مع وجود الشبورة المائية فترة الصباح الباكر لازم تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. كمان مع سقوط الأمطار خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لازم تكون القيادة بهدوء تام، لأن الأمطار لا قدر الله ممكن تؤدي لانزلاق العجلات على الطريق أو انخفاض رؤية أفقية. نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع. مهم كمان نتابع النشرة الجوية بصورة يومية، لأن وارد جدا يحصل تغيرات في التنبؤات في أي وقت. قبل ما نخرج من البيت نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة، وإن شاء الله السلام للجميع. أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لك يا فندم.